اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. كابتن عبد الظاهر، في البدايه وقبل الدخول في تحليل هذه المباراه بين الزمالك والبنك الاهلي، نظام الدوري الجديد يضع كل الفرق في ضغط، ليس ضغط نقاط فقط ولكن ضغط نقاط ومراكز حتى الحصول على المركز، حتى لو في الاسابيع الاولى من الدوري النايل. اكيد، وخاصه معانا حالا النهارده البنك الاهلي. البنك الاهلي كان دايما في بداياته ما كانش بيبقى كويس، مع ان الاداره بتعمل ترانسفير كويس، بتجيب لعيبه كويسه جدا، بتشتغل شغل كويس جدا. طبعا سياده اللي هو اشرف نصار فعلا بيجيبوا سكواد عالي جدا، لكن دايما بدايتهم مش كويسه. حتى السنه اللي فاتت اول 5 مباريات خساره في الدوري مع بابا فاسيليو، وبعد كده جه الكابتن طارق مصطفى ولعب معاهم 29 مباراة، 9 تعادل، 9 فوز و11 ماتش خسارة. نعم. فدايما دايما من ايام الكابتن محمد يوسف ما بدأ النادي هو عنده مشكلة في البدايات. دايما ما بيفنش بالمدير الفني بتاعه. نعم. دايما البدايات عنده مشكلة. فالنهارده لا، بنظام الدوري الجديد ما عادش الاوبشن ده موجود، ما عادش الفرصة دي بقت موجودة. لا، لازم يشتغل ويشتغل من الاول، جمع النقاط في الدور الاول على طول عادينا. على طول، خاصة. لكن انا شايف ان البنك الاهلي النهارده او الموسم ده عمل حسابه جيدا جدا، وجاب لعيبة كويسة جدا. نعم. جاب محمد ابراهيم، نيمار، هشام صلاح، البلعوطي، يعني اشتغل على النواقص اللي عنده. يعني من السنين الكويسه جدا لنادي البنك الاهلي انه اشتغل على النواقص بتاعته.